مرحبا، اسمي عماد الدين سباق من سوريا. من فترة تقريبا 6-7 أشهر تقريبا حسيت في انتفاخ تحت الرقبة. بعد الفحص ظهر عندي انه في سرطان الغدد الدرقية. حاولت اشوف دكتور متخصص بهذا الموضوع، الحمد لله عن طريق اصدقائي وطريق الاطباء دلوني على دكتور سدير. الدكتور طبعا طمني في الموضوع، وانتم عارفين بهيك مرض لازم يحتاج المريض للدعم الطبيب والطاقم الطبي على اساس انه يحط له امل، لانه هذا كثير بيأثر على الحاله النفسيه. الحمد لله في تحسن شديد هنا هلأ بعد ما اخذت الجرعات، تقريبا 6 جرعات. انا شايف حالي رجعت، يعني انا بالفعل انا كنت بحاله خطيره جدا يعني، وهلا الموضوع الحمد لله رجعت لطبيعتي 100%. شكرا.